كل نظام سياسي من أجل أن يستمر وينجح في عمله بأداء واجبه لابد أن يكون هناك تفاعل ما بين المجتمع وما بين هذا النظام، عزل الناس عن المشروع السياسي، عزل الأمة عن رؤية في الدولة أو في الحكومة هو عمل يقتل هذه الحكومة ولا يوفر لها فرصة نجاح. ولعل مسألة مشاركة الناس في اختيار الحاكم ومساهمتهم في تحديد شكل الحكم هو من أفضل الطرق لجعل الناس متفاعلة مع النظام السياسي، بدل أن يكون النظام السياسي نظام خاص لحزب أو لجماعة أو لشركة معينة، وبين أن يكون النظام السياسي هو ملك الجميع. ما بعد 2003 كان الدستور هو النقطة المشتركة التي اتفق عليها العراقيون ومتبنيات التي تحدد طبيعة هذا النظام، حقوق هؤلاء الناس، حريتهم، لكن هل هناك ثقافة سياسية اجتماعية داعمة لهذا التوجه الجديد في هذا البلد؟ هل هناك ثقافة نجدها في كتبنا، في ثقافتنا، في تصريحاتنا، في برامجنا؟ لكن ما هي الرؤية؟ بأي اتجاه نذهب؟ إلى أن تكون الدولة حاكمة فاعلة في كل حياتنا، أم هي راعية وخادمة ومراقبة؟ أنا هنا أقول نحتاج من النخب في الجامعات الحريصين على هذا البلد، الحريصين على تجربة أن الشعب هو الأصل في الحكم، أن يضعوا رؤية ثقافية سياسية اجتماعية من أجل أن المجتمع يكون له دور وحضور في العمل الحكومي والعمل الاجتماعي والعمل السياسي، بل أن الحكومة تكون ملزمة بهذه الثقافة وتسير في هذا التوجه.